طيب خلونا ناخد معنا على التليفون كاتب الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. اهلا 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 يا استاذ اكرم. استاذ اكرم مش سامعني، خلي بالك. كويس سامعني حلو كده؟ جدا. يا سيدي يا سيدي استاذ اكرم، احنا بنتكلم على طيبة واحد، بنتكلم على الشبكة القومية اللي افتتحها الرئيس النهاردة، وانا يمكن اول سؤال هيجي على بالي، انا كمواطن او احنا كمواطنين هنقدر ازاي نستفيد من حاجة زي كده؟ هتفرق معانا في الايه؟ تفرق معانا في حاجات كتيرة الحقيقة، لانه احنا طول الوقت كانت المسائل لما بيحصل حادثة او يحصل مشكلة او يحصل امطار سيول اي حاجة، كان دايما بنعاني من فكرة إدارة الأزمة، إن كل مؤسسة أو كل اتجاه في بيشتغل لوحده. النهاردة الشبكة دي بتتيح إنه لو في حادث أو في مشكلة أو في أزمة، كل الأطراف بتبقى شايفة بعضها وشايفة الموضوع والمكان. إذا حصل حادثة مثلا أو حريق أو أي حاجة، البلاغ لنمرة واحدة. النمرة دي بيبقى تتحرك المطاف، تتحرك الداخلية، تتحرك الإسعاف، تتحرك الحماية المدنية. لو في غاز أو كهرباء كمان الأطراف دي بتتحرك، النقل بيتحرك. ده كمان يعني فكرة إنه الناس إحنا استنتظرنا ثلاث ساعات أو ساعتين، ده هينتهي مع هذه المنظومة. أمر الثاني، لو سيارة الإسعاف خدت مصاب، الناس اللي في الإسعاف بيكشفوا عليه وبالصوت والصورة بينقلوه لأقرب مستشفى، المستشفى بتكون مستعدة لاستقباله. بمعناها ان انا بوفر الوقت والجهد وبقدم خدمه سريعه بكفاءه، وبالتالي احنا عارفين قد ايه لاسباب التاخير ده في ارواح كثيره بتروح، في اصابات، في عجز كلي، في غيره. الامر الثاني، احنا لو احنا لاحظنا انه دايما على مدى العقود اللي فاتت كانت فكره اداره الازمه، ان كل حد بيبقى بيتحرك لوحده، لا كده الجهد مركز في حته واحده. الامر الثاني، لو في امطار او سيول او في حد بيتحرك، حتى لو في أزمة مثلا في غذاء أو مخزون بنقله من محافظة لمحافظة بتحرك فيه، في التأمين الصحي زي ما قال وزير الصحة أقدر أبقى عارف المستشفيات، لو واحد عايز حضانة أو عايز حروق أبقى عارف المستشفى بتاع الحروق أو المكان اللي فيه حضانة فاضية. فكرة قاعدة المعلومات دي جزء مهم جدا من إدارة الأزمات ومن الحياة الطبيعية. يعني من حق المواطن المصري ان هو يحس انه بياخد نفس الخدمه اللي بيشوفها في الدول المتقدمه ودول بره، هذه المنظومه توفر هذه الخدمه. ويمكن الرئيس اكد على فكره انه هذه المنظومه معموله كمان لخدمه التنميه، لخدمه رجال الاعمال يقدروا يحضروا ياخدوا استشارات، يقدروا يعرفوا كمان مسائل زي فرص الاستثمار، فرص التنميه، المخزونات زي ما احنا قلنا، فكرة المشروعات، فكرة القاعدة والرقمنة والمعلومات دي بتتيح لينا اننا نعرف، وطالما انت بتعرف تقدر تحسب، وطالما انت بتعرف وتحسب تقدر تعمل اي مشروع او تدير شغلك او تعمله بطريقة او باخرى. يعني انا عن طريق ده استاذ اكرم هيبقى عندي مثلا، لو افترضنا ان انا والاستاذ اكرم القصاص احنا مستثمرين، يسمع من بقي ربنا يا رب احنا الجوز، فنتحول الى مستثمرين ورجال اعمال وعايزين نعمل مشروع ما، فيبقى في عندنا دلوقتي خريطه دقيقه لاي شيء متعلق بالتنميه في عموم البلاد، المنطقه دي فيها تعدين ابقى انا عارف وحجمه قد ايه والفرص بتاعته قد ايه، يعني لما اجي ابني دراسه الجدوى بتاعتي اصبح في عندي معلومات غاية في الدقة أقدر أبني عليها دراساتي اللي عايز أقوم بيها الاستثمار بتاعي. بالظبط. وكمان الحقيقة يعني هذه الشبكة بتتيح اتصال حكومي، يعني بمعنى إنها شبكة مؤمنة جدا، ليه؟ ما يبقاش فيه الاتصالات صحيح متصلة بالشبكات المختلفة، لكن في المخابرات والجودة والأداء انه يبقى موجود في محافظة الغربية وبيتابع حاجة بتحصل في الأقصر، او يبقى موجود في محافظة الغربية واللي في القاهرة شايفه ويقدر يوجهه او يتلقى منه او يرسله. فكرة نقل المعلومات بسرعة، استخراج الاوراق بسرعة، اتخاذ القرارات بسرعة. احنا بنقول استثمار وجهة واحدة وشباك واحد، هو لو الاتصال الحكومي موجود وشبكة حقيقية موجودة اقدر ان انا اعمل كل الموافقات دي باتصالات مباشره، خاصه انه الرئيس اكد في العاصمه الاداريه على فكره
الارشيف والرقمنه، عندي قاعده معلومات مؤمنه وحقيقيه تحمل كل معلومات مصر. لو هقدم اغاثه، لو هقدم فكره، لو هقدم يعني استخراج ورق او زي ما بنقول استثمارات او تامين صحي او مستشفيات او مرض، كل ده يقدر يبقى متاح بشكل جيد على ما اعتقد. واظن انه ده هو الطريق الوحيد، لانه احنا نقفز لفكره المستقبل، وانه القمر الصناعي ده اللي مصر عاملينه بيديروه كفاءات مصريه الحقيقه. والمنظومه دي كلها بالمناسبه فيها شباب يفرح زي الفل، زي ما انت كنت بتشور من شويه، متعلمين كويس، بيتكلموا كويس، فاهمين شغلهم، بيتواصلوا، واضح انهم دارسين، عاملين دراسات في اللي هم بيتكلموا فيه، بيقدروا يعبروا كويس. كمان اقدر انا ادير، يبقى في غرفه مركزيه في القاهره زي ما بيقولوا الدوله كلها شايفه بعضيها. ده ميزه مهمه جدا، تفرض الرقابه، تتابع زي ما بنقول انابيب الغاز او البترول او السولار بنحميها ازاي، في حساسات، في كاميرات، لو في حادثه او راجل اجنبي، ده معموله باللغات المختلفه، لو حد بيتصل برقم واحد تقدر كل الاجهزه تتحرك له بسرعه. يعني الحقيقه انه طول عمرنا بنقول ايه، المصريين يستحقوا انهم ياخدوا خدمات حديثه، وانهم يستحقوا نوع من الخدمات الجيده والمنافسه وغيره. اعتقد انه ده جزء مهم قوي من الخدمات، ودي شبكه مؤمنه جدا وقويه جدا، وكانت ممكن تبقى يعني تبقى مش موجوده، لكن الفكره ان حاجات دي تتوفر، ده كله بيخدم الاستثمار، التنميه، الاغاثه، الازمات، اداره الازمات، كل دي نقاط مهمه الحقيقة. يعني المواطن بشكل مباشر، الدوله بشكل عام، المستثمر بشكل خاص الى اخره. طيب لو احنا خدنا عنوان كده افاق جديده، هل تحت هذا العنوان اتصور انه هذه الشبكه وهذا القمر يقدروا يفتحوا لي افق جديد للاستثمار التكنولوجي في مصر، الصناعات المبنيه على التكنولوجيا في مصر، ابدا امتلك التكنولوجيا، امتلك النو هاو زي ما بيتقال؟ طبعا، يعني اعتقد يعني ده نتذكر المؤتمر الاقتصادي اللي لسه منتهي الاسبوع اللي فات، في التوصيات بتاعته فكرة إقامة مدينة التكنولوجيا في المنطقة الاقتصادية في القناة. وأظن أن مصر النهاردة في أكثر من مشروع لإنتاج الموبايلات في مصر. صحيح. والحقيقة الفكرة هنا الاستثمارات ما بتتركزش في القاهرة، في بني سويف في شمال الصعيد، وأنه الاستثمارات دي تتوزع في الصعيد والدلتا والأقاليم، ده في حد ذاته تأكيد للفكرة دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يطرحها، أنه الاستثمار مش في مكان واحد، وأنه كل من حق أن كل إقليم في مصر يحصل على هذه الفرص من الاستثمارات. وشوفنا في اسبوع الصعيد ازاي الربط بين شرق النيل وغربه والفرص الاستثماريه. مش بالضروره ان احنا نعمل صناعات، طبعا في صناعات غير ملوثه، في صناعات بتبقى مرتبطه بالبيئه، بالمنتجات الزراعيه بغيره، لكن كمان فكره التصنيع، وان يبقى عندنا توطين للتكنولوجيا لصناعه سيارات لغيره. اعتقد انه في وجود المنظومات دي كلها، وان الدوله والناس تبقى شايفه بعضيها، والمستثمرين، فكرة معرض الصناعة وتشجيع الصناعة، أعتقد أن ده المهم جدا، لأنه لو مستثمر جاي يقدر يعرف أنه في فرص استثمارية متعددة، سواء أموال عربية أو أموال خارجية أو أموال محلية. وأظن الرئيس داعى على القطاع الخاص أكثر من مرة أنه يدخل حتى في المشروعات اللي موجودة بشراكة وفيها بعضها زي الرمال السوداء في عوائد. صحيح. منتجة. فإذا احنا بنتكلم على هذه الشبكة أو المنظومة، اولا اداره الازمات دي جزء مهم جدا كان ناقص في مصر على مدى سنوات، والرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه بدا اداره الازمات، يعني انا يبقى عندي مخزون وعارف المخزون قد ايه. انت ما تقدرش تدير شيء لا تعرف حسابه، يبقى عارف انا فرص قد ايه، يبقى انا عارف الخريطه قد ايه، انا عارف اداره ازمه زي ازمه حرب روسيا واوكرانيا، المخزون اللي كانوا بيتكلموا فيه امبارح والرئيس كان بياكد عليه. أيوه. لو عاوز افرض رقابه كمان، ده الشوارع، فكرة الكاميرات في الشوارع والمراقبة والمخالفات وغيره، أولا بتقلل العنصر البشري، بتزود الكفاءة، بتقلل الضغط على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى الحكومة، وبتقلل البيروقراطية وبتقلل الفساد. يعني خلينا نتكلم إنه دي كل ما يقل العنصر البشري، كل ما تزيد كفاءة الأداء الحكومي، خاصة مع توظيف التكنولوجيا اللي مفترض إنها تبقى موجودة. فتوطين صناعات زي الموبايل او الاجهزه الكهربائيه او السيارات، اعتقد بتبقى مفيده جدا بالنسبه للاقتصاد وللفرص المتاحه.
صحيح. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ أكرم القصاص، الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير اليوم السابع.